بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي سباق العشرون لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وسمو الشيخ خليفة بن حمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلطان بن حمد بن عيسى الخليفة، وكأس الحرس الوطني والكأس الفضي المقدم من نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. بعدها قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين في السباق، حيث قدم سموه كأس الشوط الأول إلى المالك عبد الله فوزي ناس، وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز رائد علي عبد الله، ثم قدم سموه كأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز محمد سالم الكواري، وكأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز جابر رمضان، فيما قام سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة بتقديم كأس الحرس الوطني إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة.